أهلا بكم مجددا. ضيفنا في هذا الجزء الثاني هو زياد الأخضر أمين عام حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد. مساء الخير، مرحبا بك. أهلا وسهلا. مرحبا بك. تحضر معنا ليلة الحديث عن الذكرى السادسة لإغتيال الشهيد بالعيد. أيضا مش نحكيه معك على تقدم الأبحاث في كشف حقيقة الاغتيال، لكن قبل ذلك تقرير لهجة جلاسي. عاش أكثر من جلاديه قتله، قتله برصاص الغدر باش يسكتوه، فتحول إلى فكرة والأفكار لا تموت. فإن فنى جسد الشهيد فإن ذكره حية في أذهان التونسيين. 6 سنوات ثقيلة على رحيل المعارض شكري بالعيد، وما زال الجرح غير مندمل حتى بلوغ محاكمة الجونات ورفع الإثم عن الجريمة الكاملة بتفاصيلها وجزئياتها ومحرضيها ومخطيها. اللي خوف توا ما هيش حقيقة الاغتيال بركة مش تظهر، يبدو أنه الكثير من الحقائق. 6 سنين وإحنا قاعدين نخسروا الدولة التونسية، 6 سنين تونس قاعدة تتفرك، قاعدة تتفكك. على الرغم من أعلن وزارة الداخلية يوم 26 فيفري 2013 عن توصلها إلى الكشف عن الجونات والجهة اللي تقف من ورائهم وهي جماعة أنصار الشريعة، فإن عديد مواطن الظل بخصوص جريمة الاغتيال الأولى والثانية بقيت قائمة لتتشكل هيئة الدفاع ووقفة حاجز لمحاولات طمس الحقيقة. إن المعطيات والوثائق اللي تقدمت بها هيئة الدفاع في قضية الشهيدين بالعيد والإبراهيمي جعلت ذكرى 6 فيفري 2013 هذه المرة استثنائية وسط اتهامات مباشرة لحركة النهضة، الأمر اللي مثل منعرج هام في ملف ظل لسنوات متتالية يراوح مكانه. حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد جدد تمسكه بكشف الحقائق في ملف الاغتيالات السياسية ومقاومة الإرهاب وكل ما له علاقة بالجهاز السري للنهضة، بالرغم من كل محاولات التعطيل والتضليل. كما عبر عن ارتياحه لما تبذله مجموعة وصفها بشرفاء للوصول لهذه المرحلة من التحقيقات، بالرغم من كل المتواطئين في الجهاز القضائي وغيره من أجهزة الدولة. حسب قوله، شكري بالعيد كان صوته عالي ضد أصدقاء الإرهاب وضد من يريدون تخريب تونس. هناك في تونس من مازال مصر على الدولة اللي فيها الإرهاب واللي فيها العنف، اللي مازال مصر يرفض الاختلاف. الجبهة الشعبية ترى أنه في غياب إرادة سياسية الكشف حقيقة الاغتيال وعلاقتها بأي طرف سياسي معقدة بعض الشيء، خاصة بعد التحالفات الحزبية الجديدة واللي من شأنها أن تؤثر على مواقف الحكومة بخصوص ملفات عدة ومن بينها الاغتيالات. قدر ما هيئة الدفاع كشفت معطيات في غاية من الخطورة، بقدر ما لاحظوا وأنه ثم إرادة من طرف جهات معينة، من طرف القضاء، من طرف جهات سياسية، من طرف الائتلاف منها الحاكم، إرادة باش يقع عرقلة كشف الحقيقة. المشوار المنهك في البحث عن الحقيقة ما زال متواصل. هيئة الدفاع عن الشهيدين وفي لقاء نظمه فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بالكيف منذ أيام كشفت وجود طواطئ واضح للنيابة العمومية واللي قاضي التحقيق في إخفاء أدلة من شأنها توريط حركة النهضة وقيادتها وفي مقدمتها رئيسها راشد الغنوشي. عضو الهيئة إيمان جزارة أكدت أن النيابة العمومية لم تقم بفتح تحقيق في الشكايات واكتفت بحفظها في أدراج المحكمة وتوجيه بعض التهم المتصلة بعملية القتل المصطفى خضر فقط دون اتهامه بما له علاقة بالجهاز السري. عضو الهيئة وليد سلامة كشف أيضا عن فقدان البطاقة الإرشادية من ملف أبو عياض رغم أنه تمت محاكمته مرتين. 6 سنوات على اغتيال الشهيد بالعيد ستعقبها سنوات أخرى. الكثير يرى اليوم أنه حقبة العنف التي مرت بها تونس في فترة معينة والاغتيالات والجهاز السري وإلى ما غير ذلك لغز بصدد تعري مدنيا وقضائيا. زياد الأخضر، حتى الشعب لا ينسى، الشعب يريد كشف كل الحقيقة. هذا هو عنوان برنامج إحياء الذكرى السادسة لاغتيال الشهيد بالعيد الله يرحمه. علاش اختيار العنوان هذا بالذات في هذه الذكرى السنة؟ لأننا لم ننسى ولا يمكن أن ننسى ولا يمكن لأحرار وحراير تونس أنهم ينساوا أنهم في بلادهم في يوم 6 فيفري في يوم 4 مثل كما اليوم ثم مناضل سياسي كان صوته عالي لكشف ما تعيشه تونس اليوم، لكشف أنه ثم سلاح قاعد يدخل تونس، لكشف أنه ثم ثقافة قاعدة تروج ثقافة التكفير. ونتفكر اللي قال يتوانسة ما إذا كان مش تتواصل أمور هكا ما تبهتوش وقت تشوفوا الدم في الشوارع.
وشفنا دم الناس في الشوارع وفي الجبال، وصل التفجير لشارع بورقيب. آخر شيء شفتوه المدارس هذه العينة مشترة من سلسلة موجودة في البلاد. إذن نحن ما ننساوش، على خطرنا مصممين ننتصروا للحق. هذا دم تونسي عزيز علينا احنا، لا نرضوه لرواحنا، لا نرضوه حتى تونسي باش يتم اغتياله على قاعده انه عنده راي مختلف عليك. ما ننساوش احنا، ونعتبر انه شعب تونس يحتاج الحقيقه، وتونس تحتاج الحقيقه، لانه ما نجموش نعملوا ديمقراطيه في تونس وعنا ناس نجم تكون مادة إيديها للإرهابيين. ما نجموش نعملوا ديمقراطية وقت لي ثم ناس قالوا رو ما حشنا شبههم، حشنا بولادهم، نحبوا نكونوا جيل نهدوا به الدار على مولاها، ونخلقوا جيل منقطع على هويته وعلى مجتمعه وعلى دولته، يولي ما عادش عنده حتى هجس إلا الإطاحة بتجربتنا الديمقراطية الناشئة. ما نجموش نعمل ديمقراطية وقت اللي ثم تنظيمات عندها ولا أحزاب عندها تنظيمات سرية. ما نجموش نعمل ديمقراطية وقت اللي ثم أحزاب تعيش على بعض الفتات من المال اللي من التبرعات والهبات والأحد، وناس أخرى تمول حملاتها الانتخابية بالدولار ما نعرفوش عليها منين. سي زياد سامحني إذا فهمتك بالقداء، هالناس هذوم اللي تحكي عليهم الكل يتلخصوا في حركة النهضة. لا مش كان حركة النهضة، حركة النهضة هي عنوانها الأبرز، هي العنوان الأبرز. اليوم حركة النهضة تتهمكم اللي انتم جعلتوا من استشهاد شكري بالعيد قميص عثمان، والهدف متاعكم هو اجتثاثها. قالك احنا حركة متأصلة في الشعب التونسي، عنا ناسنا، عنا الناخبين متاعنا اللي صوتونا. انتوما تحبوا رافضين الديمقراطيه، أنا نحب وتحبوا تقلعونا من بيئتنا الطبيعيه. انا نحب ننطلق من الملخص اللي عملتوه انتوما. شكري بالعيد تم اغتياله في 6 فيفري، بعد ايام خرج علينا علي العريض وزير داخليه انذاك تعمل لنا ندوه صحفيه. اين نحن مما صرح به علي العريض وقت، والحقائق المكشوفه اليوم؟ علي العريض قال راهو اللي قتل شكري بالعيد اسمه كمال القذقاذي، وهو على حدود الجزائر، ونحن بمصادد محاصرته وباش نشدوه. لا تشد القذقاذي ولا كان في حدود الجزائر، ناس هربت ليبيا، هربتش الجزائر. تغلط في الدوله، فاهمين؟ اي ما يسالش، خليه يغلط هو. غلطات كثروا وتكرروا وتعاودوا للي ولا معناه هذا منهج، والمنهج هذا احنا نسميوه إخفاء الحقيقة للوصول للي سميته هيئة الدفاع، هالأرشيف المسروق والمخزن في وزارة الداخلية. ما أنكروه، هاو موجود. لا أنتم مشيتوا للأبعد. إيه مشيتوا للأبعد، اتهام أيمن العلوي اتهم مباشرة راشد الغنوشي أنه هو رئيس الجهاز السري. أحنا شاكين يعني عاملين حركة سياسية بأدوات بتاع جريمة. يا سي محمد خلنا نختصر لك الطريق. اختصر لي. أحنا باسمي حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد قدمين قضية رفعتها هيئة الدفاع اللي مكلفها الحزب برشد الغنوشي وأعضاء آخرين من حركة النهضة، بتهمة الجهاز السري هذا بحد ذاته. وتم القضية هذه ترفعت قدام المحكمة العسكري، والقضاء العسكري قال ما ننظرش فيه، وأحالتها النيابة العمومية لفرقة مقاومة الإرهاب بالعوين. أنت تتوقع راشد الغنوشي شوية عاد يعيطوه ويسمعوه كمتهم؟ ومشينا وتقبلنا واستمع إلينا طيلة أكثر من 10 سوايع، تقريبا 10 8 سوايع، نسيت يعني نهار كامل من الصباح إلى المغرب، ووفقا لفصل قدرة هيئة الدفاع اللي هو يدخل في باب التلاعبات هذا فصل 26 ظهر لي ولا حاجه كفاك، ما زلنا معناها هكا نشوف. وبعد اليوم هذاك يظهر له
يقول لا يجب تجيبوا توكيل ممضى في البلديه. مش مشكله البلديه تخدم جيبوا توكيل. قلنا نجيبوا التوكيل واعطينا التوكيل. لا قال نعاودوا الاستماع. ما يسالش سيدي. قلنا له احنا ما سمعتنا وما زلنا مصممين عن شادين صحيح. جاوبني على سؤالي، تتوقع او تراه امر ممكن انه تتم اما ثم تونس راشد الغنوشي للاستماع ليه كمتهم في قضيه بتاع الجهاز السري؟ كان بجاوبك ثم فرضيتين. اذا كنت خايف من الاجابه ثم لا ما نخافش محمد، ما عندناش علاش نخاف. احنا اليوم في يوم فيه امين العام سقط برصاص الغدر، ماش باش نخافوا يعني، شو باش نخافوا؟ كل نفس ذائقه الموت، ما نخافوش. ثم فرضيتين، إما تونس هذه دولة قانون وكي نشكي بيك سي محمد يناديلك القضاء ويسمعك ودافع على روحك بطبيعة الحال، هذا مسار التقاضي. كل واحد أنا نتهم كنت تجيب شكون يدافع عليك وتجيب حججك وتجب تطلع بري، مش مشكلة. أما أنه ثم ناس يشتكى بها نشكي بيك ولا يستمع، تقبل أنك تمشي ولا تتحصن بالحصانة البرلمانية؟ مثالش وخل نفهم أنا 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 أنا, أنا, أنا شاكي بي عدل العلمي في محاولة القتل، ومشيت وقلت لهم بالحصانة. وقلت لهم اطلبوا رفع الحصانة وانا قبلها، واضح ما عنديش مشكل، وانا راني عمري ما اعتبرت اللي انا عندي حصانة، انا نعتبر نفسي مواطن تونسي يحترم القانون بالنسبة العالية. انا الراء هذا امتحان لدولة القانون، اما ثم عباد يتشكى بها وتجي ويستمعوا اليها والا نحن ما زلنا ما وصلناش لدوله اختبار القانون. لشكون نعم، اختبار ليوسف الشاهد، اختبار للقضاة، اختبار للنيابه، اختبار لهذه الدوله بكل مفاصلها. فماش واحد ما يتسمعش زياد الاخضر، فماش واحد فوق القانون. جوستمون تقول اقتربنا اكثر من اي وقت مضى من كشف الحقيقه، يعني مع تقديم هيئه الدفاع الشهيدين معطيات جديده بخصوص الغرفه السوداء بوزاره الداخليه بخصوص الجهاز السري لحركه النهضه، حسيتوا فعلا انه تغير مسار القضيه؟ لحظه برك، انت سالتني قلت لي وما جاوبتكش، قلت لي راهو يقولوا انتم تحبوا تجتثوهم وتستاصلوهم وكرروها للمره الالف. نحن شاكين بمجموعه، لسنا من الشاكين بحركه النهضه، ونعتبر أن جمهور حركة النهضة الواسع ما عندوش علاقة بالاغتيال، ونعتبر أن هما رأي مختلف موجودين في تونس، توانسة هما كيفنا كيفكم، وشكري بالعيد الشهيد شكري بالعيد. زمن الاستبداد كان يقول وقت اللي كانت الناس تحب تردم غوال قول رام توانسة كيفنا، ونحن قدرنا أن نصارعهم على مشروعهم الحجه بالحجه، ونقنع التوانسه اللي مشروعهم هذا لا يخدم مستقبلهم ومستقبل بلادهم واستقلالها ومناعتها وشبابها وخدمتها ومعلميها وسادتها وتلامذتها واحنا ماشي، ومشروعهم ثقافيا مشروع متاع رجوع الى الوراء وما يقدمش بينا وما يخليش تونس في مكانه تليق بها وتليق بمصلحها. اما انه نخموا انه هل البشرية هذه باش نحيوهم، نحن لسنا أصحاب فكر استئصال فاشستي نتاع استئصال الناس وإبادتهم. نحن نحترم حقوق الإنسان ونحترم حقهم في الحياة وحقهم في التعبير على رأيهم. ونذكرك حاجة أخرى، في لحظة العركة على فيلم بيرسيبوليس قلنا راهو من حقهم أن يحتجوا ويعبروا على رأيهم، أما مش من حقهم يهجموا على الناس ويحرقوا لهم واللي يمسوا من ممتلكاتهم واللي يهدوهم في حرمتهم الجسديه. نرجع سؤالي يا سيدي، يحبوا عليا انا وعليهم هم. نرجع للسؤال حول تصريحاتك الاخيره بخصوص قرب كشف الحقيقه في الملف هذا، نرجع لمسار القضيه وين وصلت وتعامل القضاء مع ملف الاغتيالات. نحن اليوم نطلب امرا بسيطا على غايه من البساطه. نحن قدمنا جمله من المعطيات، قدمتها هيئه الدفاع، ما قدمتهاش انا، قدمتها هيئه الدفاع هي اللي تشتغل على الملف. هيئه الدفاع اللي تهمتها حركه النهضه بالعمل لجهه سياسيه معينه في اخر اتهامات. هي خدمه على، هي تخدم على الملف اللي نحن مكلفينها به، ملف اغتيال شكري بالعيد. هذاك امين العام ومن حقنا، واحنا اليوم عندنا مركز قانوني داير، احنا قائمين بالحق الشخصي في القضيه ذي، وعندنا ناس تتولى الدفاع علينا. الناس اللي تتولى الدفاع علينا
وجزء منها وجزء آخر يتولى الدفاع لمحمد البرامي. خدمة وخدمة جات قضية اللي تسمت الجهاز السري، تكشفت علاقات بين هذا الملف وملفات الاغتيال. ولذلك وثبتها القضاء في ملف الشهيد محمد البراهيم، القاضي يلحق هل المعطيات هذه بملف اغتيال محمد البراهيم. قضية شكري تم تأخير النظر فيه 3 مارس ظهر، ونحبوا يحصل نفس الشيء. نحن طالبين شيء وحيد، كل الحقائق التي قدمت نحب التحقيق ياخذ مجراه فيه. أبسط شيء منك، خلي قاضي التحقيق يشتغل عليه، ونحن نقبل بما يتوصل إليه القضاة النزهاء والشرفاء في تونس. آخر المعلومات، واللي أنا نحب نحيي قاضي التحقيق اللي في سابقة في تاريخ تونس يهز روح ويمشي لوزارة الداخلية ويحجز شيء ويروح به، هذه سوف تدون في تاريخ القضاء التونسي كنقطة مضيئة، كما يدون كنقطة سوداء اللي عملته النيابة العمومية في حق ملف ودم الشهيد شكري بلعيد. بربي كيفاش تقيم تعامل رئاستي الحكومة والجمهورية مع ملف القضية؟ رئاسة الجمهورية عام 2014 في الحملة الانتخابية قال أنا راني التزم، كان وعد انتخابي في الحقيقة. يعني الدولة هذه بمؤسساتها ما وصلت لحد شيء، بل وصل الأمر إلى أن البعض يصرح أنه نحن نبذل جهدا مش ضرورة نكشف الحقيقة. مجموعة من المحامين توصل لهذا، يعني كنقارنوا جهد السلطة التنفيذية بكل بجهد مجموعة من المحامين، ايش نلقاو؟ نلقاو هذم جابوا شيء كبير وهذم جابوا حتى شيء. ولذلك يحق لنا باش نقولوا أن الوعود الانتخابية ذي ما كانتش صحيحة، ولم تثبت القضية على مجلس الأمن ولم القومي. تثبت مثال شان جايك محمد، ولم تثبت في أرض الواقع، وأنه بعد الجهد اللي بذلته هيئة الدفاع تم إحالة هذا الملف على أنظار المجلس القومي، مجلس الأمن القومي، مجلس الأمن القومي. أما تبقينا لليوم ما عطناش مجلس الأمن القومي حاجة جديدة وإضافة حقيقية تنير سبيل كشف الحقيقة. علاش ما طرقتوش باب رئيس الحكومة؟ لا لحظة محمد، هو هذا السؤال، علاش ما طرقتوش باب رئيس السلطة التنفيذية صاحب الصلاحيات اللي هو رئيس الحكومة؟ لا شوف، رئيس الحكومة اللي استعار في خطابه يلزم ناقف لتونس، استعارها من شكري بلعيد. ما نتصورش أنه يوسف الشاهد مش ملتزم بكشف الحقيقة. والله أنا نتصور العكس، تتصور العكس. نتصور العكس، وكل الدلائل تشير إلى ذلك، والتحالف اللي هو فيه اليوم معناها ضاغط باش ما تكتشفش الحقيقة، والمكتب ذايا اللي يجي قرار غلقه قداش مرة ويتحل شاهد على ذلك، والانتكاسات الأخيرة في مقاومة الإرهاب شاهد على إلى آخره. دونك مانيش ندخل هنا، احنا علاش مشيت رئاسة الحكومة؟ احنا راهو الساحة السياسية ذي معناها متداخلة ومتواصلة، تسمع فيا ولا ماكش تسمع؟ انت تسمع فيها يا اخي؟ سمعت هيئة الدفاع كما سمعتها انا ولا سمعتهاش؟ لماذا لا تتفاعل معها؟ شبيك انت ما تدعيهاش وتجيها وتقول لها جاني واعطيني ووريني وش عندك وش ما عندكش وتاخذ اجراءات؟ انساني يا انسى كان سيدي، انا نجم نكون خصمك السياسي، ما نجيكش على المضاغه نتاعك. شكرا لك زياد الاخ. هيئة الدفاع جاوبهم، نحبوا يجابوا على أسئلتهم بشكل واضح. شكرا لك زياد الأخضر، أمين عام حزب الوطن الموحد. شكرا لك محمد غنيت. شكرا لكم أنتم على حسن المتابعة، ونبونا في غدوة كالعادة 6:30 على شيء أسفار خير نتكر. ميحانة 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 ميحانة، غابت شمسنا الحلو ما جانا، غابت شمسنا